منوره الدنيا. تصور بقى في مكان بحر واجواء كده مختلفه. انا عايز اعرف اول ما الكورونا خلصت قررتي واضح انك تطيري وتقولي بقى لازم بقى اضيع الصعبه دي؟ مبدئيا انا كنت ملتزمه بالحجر. انا كنت قاعده في البيت الاربع شهور اللي فاتت كامله يعني حقيقي يعني طلعت بتاع 3 4 مرات بس. فيعني بصراحه خلاص يعني الواحد جاب اخره. بس انا دورت على اكتر مكان يبقى فاضي ما فيهوش حد ويبقى يعني نبقى برضو ملتزمين بالتعليمات بس في نفس الوقت يعني واحد يشوف طبيعه ويشوف الحياه ويشم هواء حلو والبحر الجميل. تمام. كورونا هي اللي ضيعت عليكي موسم رمضان السنه دي؟ لا ما اقدرش اقول كده. ده كان اختيار ليا يعني انا اللي اخترت ان انا ابقى مش موجوده. لان انا في الاول زي ما قلت انا كنت عندي مسلسل بصوره طاقه حب وكنت بصور اليوم ال 13 فيلم وخلصنا على يعني اخر شهر 2. كان موضوع الفيروس كده ابتدى ينتشر والحجر ومش عارفين هيحصل ايه. فزي ما قلت زملائي اللي كانوا ماضيين حاجه وداخلين يصوروها وخلاص يعني ملتزمين صوروا. اغلب الناس مش انا بس اللي ما يعني ما كانوا لسه ما ماضوش لسه سيناريوهات عندهم لسه ما ماضوش اغلبنا ما دخلناش حاجه منهم. انا يعني انا قلت لا خلينا اشوف الدنيا عامله ازاي وانا لسه عندي مسلسل اوف سيزون ولسه في فيلم فتمام كفايه يعني في السيزون ده. حلو جدا. فيلمك الاخير عمل قلق برضو جامد مع خالد الصاوي و صندوق الدنيا. صندوق الدنيا فانا عايز برضو رد الفعل يعني معظمكم خصوصا البنات كان في رد فعل حلو على ادوارهم رغم ان حتى ادوار صغيره يعني. انا صندوق الدنيا كنت ضيفه معاهم. هو الناس مصممه ضيفه يعني هو البطوله جماعيه بس انا كنت ضيفه مش احد الابطال. انا في صندوق الدنيا وكنت مبسوطه وفخوره بالتجربه دي عشان اول مره حد اصلا مخرج عماد البهادي يشوفني في دور بياعه خضار في السوق. روحية دي كانت الروح بتاعت زي ما هو حكالي الفيلم او الحدوته وبالنسبه له هي اللي بتجسد الجزء الست الجدعه الطيبه اللي فضلت متكافحه ومحافظه على مبادئها حتى في الظروف الوحشه. فهو بالنسبه له ده المورال بتاع الموضوع. فكنت حابه جدا اقدم المشهد ده حتى لو هو مشهد بس كنت فخوره بيه بصراحه. حلو. محافظه على مبادئها رغم الظروف الوحشه. الوسط الفني اوقات برضو متهم ان تبقى ظروف وحشه وان لازم الواحده تبقى محافظه على مبادئها. حصل لك مشاكل يعني يمكن بنات النهارده بيطلعوا رانيا يوسف قالت انها تعرضت للتحرش. ميان السيد قالت انها تعرضت للتحرش من جوه الوسط. هل تعرضتي لمواقف زي دي؟ والله وجهه نظري في الموضوع ده اللي هو موضوع انه الوسط ومش الوسط انا دي انا عندي وجهه نظر. وجهه نظر بتقول انه كل الشغلانات يعني انا كنت بشتغل في مجالات تانية قبل ما اشتغل بشكل بروفيشنال في التمثيل. انا بمثل وانا عندي 10 سنين بس كنت بمثل في مسرحيات وزاره الثقافه والحاجات دي. لما دخلت المجال بشكل بروفيشنال اكيد شفت حاجات كتير. بس انا وجهه نظري مجال الفني زي مجالات تانية. الفرق ان احنا علينا الاضواء فالناس لو قالت ربع كلمه لو حد من الفنانات كلمت كلمه او قالت كلمه خلاص الناس كلها بتعرف. المجالات التانية في المجالات المهنيه التانية بنات بتتكسف وبتخاف ومبتقدرش تتكلم حتى لو عندها ظروف صعبه حتى لو تعرضت للتحرش حتى لو تعرضت لأسوأ من التحرش بيسكتوا وبيحاولوا يداروا ويمشوا الحياه وما يعملوش حاجه يعني انهم يحموا نفسهم باللي قدروا عليه. احنا في الوسط الفني برضو زي الشغلانات التانيه بنتعرض طبعا لحاجات كتير يعني بس صراحه اتعرضتي للتحرش في الوسط؟ لا انا ما تعرضتش للتحرش يعني انا ما وصلتش للتحرش. انا ما يحصلش ده. انا عندي شخصيه يمكن الناس اغلب الناس في الشغلانة عارفينها ممكن تبقى مضايقات مش تحرش. تحرش ده يعني الواحد تجرأ اصلا ووصل انه يتحرش بالشخص. لا انا ما بسمحش لحد انه يوصل معايا للليفل ده. بس اكيد في مضايقات مش مضايقات كأنثى بس مضايقات يعني مهنيه زي ما في ناس ساعدتني في الوسط وفي الشغلانه زي في ناس بتبقى مش حباك او في ناس بتبقى بصالك بصه مختلفه عن البصه اللي انت باصصها لنفسك. فاكيد بيبقى في شد او بيبقى في روح مش لطيفه بس دي بالنسبه لي حالات نادره جدا. يعني انا ما بسمحش ان حد اصلا يتجرأ ويوصل انه اصلا يبص لي بصه مش تمام او اتعرض للتحرش. بالنسبه لي ده ليفل يعني ما اسمحش انه اصلا يوصل له يعني. لا 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 انا شديده.